اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نرجع تاني ضيفي ونجم النهارده واحد من نجوم التدريب في الدوري المصري كابتن احمد سامي. شرفني النهارده. انت اللي مشرف القناه حبيبي يا كابتن. الله يخليك. مشرف الدنيا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله زي الفل الحمد لله. السؤال اللي ليا انا في الاول، ليه سبت سيراميكا ورحت النادي المصري؟ على سموحه يعني. لا على سموحه. هو بص، هو نادي سيراميكا انا رحت لهم قبل السنه اللي فاتت دي في نص السنه، وكانت التارجت يعني يقعدوا في الدوري الممتاز وبتاع، يعني خلصنا وعملنا فرقه من اول وجديد يعني من اي تو زد. اتبقى مثلا خمس ست لعيبه من الفرقه القديمه واتعمل فرقه قويه جدا، وكنت منقي اللعيبه بالواحد بصراحه، واستاذ طارق ابو العينين وسياده النائب محمد طبعا كانوا مدعمين بشكل كبير جدا، وكانت الفكره ان انا ان احنا نعمل فرقه كواليتي عالي وفي نفس الوقت يبقى الفلوس محتفظين بيها. يعني ايه محتفظين بيها؟ يعني انت لو انت دلوقتي فرقه سيراميكا اي لعيب فيهم حتى اللي هو ما بيلعبش خالص من اللعيبه الهايله اللي دفع فيها فلوس كتير، فقيمه الفرقه اللي دفعت برضو هي متعوضه. يعني ايه؟ في الاخر هم ناس برضو بتستثمر، يعني مش ناس ايه بتدفع وخلاص. عملنا اداء عالي جدا بس الكوره مش عايزه تخش، سبحان الله. يعني بنعمل اداء استحواذ، يمكن سيراميكا مش متشاف زي الفرق الاهلي والزمالك وبيراميدز، لكن كنا بنعمل ماتشات كبيره جدا لكن الكوره مش عايزه تخش، سبحان الله. ويعني لدرجه ان انا كنت يعني بغير كتير، لكن في الاخر ما كانش نسبه التوفيق كانت عاليه. فهم بصراحه ما كانوا متمسكين ومش عايزين نمشي. لكن هو في الاخر انا كنت قلت ادي فرصه لناس ثانيه، خصوصا ان الفرقه يعني عايز اقول لك يعني من الناس اللي ما بتلعبش تلعب وتشيل فرق في سيراميكا. فرقه قويه جدا، وممكن السنه دي يعني مش محتاجين لعيبه. مش محتاجين يشتروا لعيبه. بس فاخدت قرار باصرار، يعني كان استاذ طارق ما كانش عايزنا امشي وكان عايز يجدد لي سنه كمان، لكن هو القصه. مشيتوا سيراميكا في المركز الكام؟ العاشر بتهيألي او حاجه زي كده او التاسع. او ليه نفسك اسر؟ ما هي تجربه وهتكمل. لا انا كنت حاطط تارجت معين ان انا السنه، يعني السنه بتاعت سيراميكا دي ان انا اخد مركز متقدم. بس الموسم ما خلصش. ماشي، موسم ما خلص كنت ممكن اخد سادس، ما كانش يرضيني. ما كانش يرضيني سادس. فلقيت الموضوع، لان خلي بالك تجمعت النقط في الدور الاولاني بتديك دفعه، بتدي اللعيبه دفعه ان الدور الثاني تقدر تروح مربع، وانا يعني خدت مربع كذا مره فانا عارف المؤشرات او الرسم البياني. رحيلك فادك ولا ضرك؟ وفاد سموحه ولا ضر؟ وفاد سيراميكا ولا ضر؟ انا ما اقدرش اقول، هو اللي هم اللي يقولوا، لكن انا في الاخر انا في الاخر قدمت لهم حاجه كويسه جدا. ان اللعيبه دي يعني الحمد لله كان نسبه كبيره جدا ان انا عامل الفرقه دي من اي تو زد، طبعا بمساعده استاذ طارق والسيد نائب محمد، لكن هو في الاخر اتعمل فرقه قويه جدا. يمكن الفرقه دي تقعد 3 4 سنين في نادي سيراميكا، لكن حته افاده ليا او عدم افاده. انا مدرب يعني في الاخر، انا ممكن اشتغل هنا ممكن اشتغل هنا ممكن اشتغل هنا، لكن هو في الاخر انا كان عندي طموح اكبر في سيراميكا ان يوصلهم للمربع يعني. طيب احنا لما نيجي نقيم الكابتن احمد سامي السنه دي، احمد سامي لا خلاف انه مدرب كبير وقدم اوراق اعتماده كمدير فني كبير. دايما انا كنت في البرنامج بقول احمد سامي في انتظار لفرصه كبيره، امكانيات كويسه، يختار لعيبته ويعمل فرقه يبتدي بيها نقدر نقيمه. اما حضرتك تقف دلوقتي تقيم احمد سامي في نهايه الموسم، تقيمه على سيراميكا ولا على سموحه ولا سنه استثنائيه؟ لا يعني هو في الاخر ما كانش في توفيق في سيراميكا، مع ان اتعمل شغل خارج الملعب وداخل الملعب في التدريبات ان تساعد ان الفرقه تروح في حته مختلفه خالص، لكن هو خلي بالك نسبه التوفيق في الكوره كبيره قوي يا كابتن سيف. صح. لكن لما انا مشيت ورحت سموحه كان التارجت مختلف خالص، تارجت ان انا فرقه كانت عندها حوالي 15 16 بونت. كنت يعني كانت الفرقه عايزين نقعد في الدوري الممتاز، قدرنا الحمد لله الدور الثاني نجيب 26 بونت، ودي رقم كبير في الدور الثاني لانه اصعب. بس لكن هو عدينا بمرحله سموحه دي. وانا تعبت اكتر مع سموحه ولا مع سيراميكا السيزون ده؟ لا مع سموحه. مع سموحه كان الموضوع صعب، لكن وبرضه لكن انا سموحه كان فيها مشكله في
في الفرقه كان في مراكز يعني كانت ناقصه كتير، والفرقه يعني ما كانش يعني زي الاول. لكن انا جيت طبعا نادي باشمهندس فارق صح، فضل عليا كبير من بدايه، وانا رحت سموحه يعني عشان خاطر باشمهندس فرج، وعشان خاطر برضو نادي سموحه، نادي سموحه باعضائه ناس محترمه جدا يعني. لو ما فيش فرج عامر كنت رحت سموحه؟ يعني ما قلت الاثنين يعني، عشان خاطر سموحه وعشان خاطر باشمهندس فرج عامر. بس تمام. لو ما فيش مهندس فرج كنت رحت؟ لا، باشمهندس فرج مساعد، لان هو يعني هو بس طريقه تفكير بيني وبين باشمهندس فرج واحده. فهو في الاخر في تفاهم. وانا مشيت من سموحه عشان ما كانش في تفاهم. لان انا دايما ايه، كنت في الفتره بتاعت سموحه 3 سنين دي باجي في شهر واحد اجي اقول ايه هنعمل ايه السنه الجايه. شهر واحد ولسه السنه ما خلصتش، نص سنه هنعمل السنه الجايه، لانك انت عندك من الفرق اللي بتعتمد على الاعراض. فانا انت عندك 6 7 اعراض، طب ال6 7 اعراض دول هيرجعوا، خصوصا ان هم متلمعين يعني بنلمعهم وفي الاخر في الانديه تاخدهم. صح. فاحنا وهنعمل ايه؟ فانت بتبتدي تشتغل من بدري. ما كانش موجود الحته دي مع السابق، لان لسه ناس برضه لسه جديده، لا ناس محترمه كلها ويعني واصدقاء يعني. لكن هو في الاخر ما كانش فيه حته التفاهم او التخطيط يعني. مهندس فرج عامر في مداخله اول امبارح اعتقد قال ان السنه الجايه سموحه هيرجع لمكانه الطبيعي المربع الذهبي، ان في صفقات في الطريق، في لعيبه كويسه، ميسي خلاص خلص وقاعد في سموحه، عدد كتيره من الورق يعني. هو احنا ميسي انا بالنسبه لي يعني، انا خلي بالك يعني اغلبيه اللعيبه اللي انا دربتهم الحمد لله في علاقات كويسه مع اللعيبه كلها. في احترام ما بيني وبين اللعيبه كلها، وفي الاخر احنا الفتره بتاعت سموحه في لعيبه كتير جت وبقت كويسه وراحت انديتها يا اما اتباعت بشكل كبير. فدي كانت معامله لي برضه مشكله، خلي بالك دي كانت مشكله بالنسبه لي كبيره، لان انت بتقعد تشتغل وبتعمل وفي الاخر يجي واحد معاه قرشين زياده يروح واخد اللعيب. ايوه عارف انا الحاجات دي. فدي مشكله كبيره جدا في الكوره، فعملت لي نوع من الزهق. على فكره دي الكوره. ما دي الكوره. في ناس بتشتغل ما دي الكوره، بس ما تفضلش انت كده على طول. سموحه بيجي يدفع وياخد برضه. لا سموحه ما بيدفعش، يمكن في بدايات بقى سموحه كان بيدفع. لكن في دلوقتي ما بيدفعش في شراء لعيبه المبالغ الكبيره للانديه اللي انا بشوف بسمعها. انا عارف الكواليس وما اقدرش اتكلم على الهوا لان ارقام فلكيه. وخصوصا بقى ان احنا ما عندناش حد يستاهل الارقام دي.